انت راك تقول بلي راك رئيس جمهورية، انت ماكش رئيس جمهورية، انت tu es le porte-parole de l'armée. En tant que porte-parole de l'armée, تبون هذا حاب يفتح ان ديالوغ. تفتح ان ديالوغ والناس مظلومين وسياسيين ومناضلين مازالوا في الحبس، هذا يسمى تمسخير. تفتح ان ديالوغ وتهضر مع ناس ما يوزنوش حقيقة في المجتمع وتخلي الناس اللي توزن. تفتح ان ديالوغ وما تسمحش للجزائريين انهم يتنظموا باش يقدموا لك او موا للحوار، يقدموا لك طبقة يرضى عليها الشعب، راضي عليها الشعب، اختارها الشعب. ولما نقولوا حوار ماشي حوار، يعني سا سرا اون نيغوسياسيون، كيفاش ننفذوا المرحلة الانتقالية. باسكو الجزائر ما الفيرما حتى واحد، لا خيار عن إقامة دولة القانون، لأن دولة القانون تكفل كل الحريات وتحمي المواطن، تحميه من الظلم وتحميه حتى من نفسه، هذه هي دولة القانون. تلاعبات، سيد يحدث تغييرات، دي ريفارم سير كال باز تاع الدستور مرفوض شكلا ومضمونه كامل كيما راه، دير لي دستور فيه 200 مادة، سحقش دستور فيه 200 مادة، أنا سحق 20 مادة نعيش بها حياتي، الباقي بكل قوانين أورغانيك أو جوريديك تتغير مع الظروف والأحوال. سأعطيني 20 مادة لواحد ما يغيرها، منها حرية الرأي، حرية العبادة، حرية الحياة كجزائري في ظل دولة قانون. أعطيني مبادئ زي هذه، مبادئ اللي هي أصل ديننا الحنيف، دونك أصل الثقافة الدينية الجزائرية الحقيقية، ماشي الدين اللي استوردناه في السبعينات وفي الثمانينات من دول أصلا هما ما يحترموش الدين. الشعب رافضكم شكلا ومضمونا. انتخابات رئاسية عمرها لا كانت، كانت مهزلة، مهزلة دولية، العالم بكل شافها. دونك انت ما راكش رئيس الجمهورية الجزائرية، انت راك الشخص المدني اللي قدموه قيادات الجيش، ما نقولوش الجيش الوطني الشعبي الحقيقي، قيادات الجيش يعني الشواكر تاع الارمي، قدموه باش يهضر باسمهم ويحمي المصالح نتاعهم ونتاع الاستعمار تاع لي بي بلون. كوا في الوضع اللي وصلنا له درك، ما عاد يهمنا والو، تهمنا اقامه دوله القانون، تنظيم مرحله انتقاليه، فتح المجال الاعلامي، وحوار حقيقي لتسليم السلطه، حول كيفيه تسليم السلطه الى القوى السياسيه الحقيقيه الفعاله التي يرتضها الشعب. لي فورس بوليتيك كو لو بابل اورا شوازي، ماشي كنتوما فوزافي شوازي، ماشي لي فورس اللي نتوما قلتو بلي هادو هما، ديرونا سينما كيما درتو الفكره مع هذاك بن يونس، راك اسمه الله يونس كريم ولا شي با توصا، سي لا ميم بون دو كرابول، هذاك الشعب دو بوندي دو غران شمع، فوالا عرفتهم ماشي رحمانيين. فاصون جو بونس كو هاد الغوفرنمون فانتوش إلي غوفرنمون نون بارل ميم با إلي اوبليجي يسلم الحكم نيمبورت كيل فاصون مدام لو غوفرنمون. شوفي الحكومه ما نهضرش عليها كاع، لا مجال لها ولا محل لها من الاعراب. انا اللي نهضر على الممثل الرسمي نتاع الجيش، واللي راهو يقول بلي القياده تاع البلاد تحاول تفتح حوار. سي تري سامبل، حوار فيه في ظل واش؟ مازال تديو في الناس في الحبس؟ مظلومين مازالوا في الحبس؟ سجناء الرأي مازالوا في الحبس؟ حوار في ظل واش؟ مناقشة في ظل واش؟ ماشي تفتح حوار، ما تقدرش مام با تفتح مجال
أن الناس تتلم وتفكر في حل سياسي للجزائر. يعني هذا ستا مونولوج، تحوسوا نتوما تتحاوروا مع أنفسكم نتوما وتقولوا تحاورنا مع الشعب. لأن الحراك هذا الشعب المنتفض برا موش حزب سياسي وموش تيار سياسي، شعب ريفولتي قلناها قدها اخترا وما زالت ما تحولتش لثورة. لما تتشكل قيادة تتحول لكم لثورة، حاليا ما زالت والحمد لله. هنا ماذا بيا طرحوا علي ناس أسئلة عن المبادرات في ليسيتاسيون، إذا كانت مبادرات شعبية حقيقية ماشي مبادرات خادمينها في المكاتب السوداء نتاع الجيش، لكان مبادرات حقيقية من أجل كونفيرونس ناسيونال إكسترا، حنا نقولوا وي بوركو با، مرحبا أهلا وسهلا. تو سكي بيرمي دو ريونير دو فار إيمرجي اون نوفيل كلاس بوليتيك ألجيريان، اون كلاس بوليتيك سان ألجيريان إي ناسيوناليست كي أسبير أن إتات دروا، بيان سور أهلا وسهلا. ماذا بنا؟ حنا قلنا ديجا حنا كونت أنا كريي لو كرويا، ما قلناش لو كرويا يحكم الجزائر، حنا قلنا ماذا بنا الكرويا يتمحور الناس حوله، لكن ماذا بنا تنظيمات أخرى قواعد أخرى يتمحور حولها الناس ونشكلوا طبقة سياسية أوسع ما يكون هكذا باش يحترم فيها رأي الشعب الجزائري بكل تيارات نتاعو. بصح نعاود نولي الإجابة نتاع الشعب الجزائري تبون ماكش رئيس الجمهورية، نتا فرضوك علينا القيادة العسكرية. مي هو الناطق الرسمي؟ تا العسكر. دوك مسيو رحماني الشعب اليوم يقدر يبو بريباري اون فوي دو روت ولا يبو بريباري سو كي بو بيسك سور لو تيران اي سي سو كي بو الشعب. الشعب طالب الاستقلال، الشعب طالب المادة 7 و8 صح ترجع للسلطة استقلال يتنحاو كاع يتنحاو كاع ما عندها. هذه سي اون اكسبرسيون ماشي العباد، العباد ما يهموناش، النظام يسقط. صح مسيو رحماني كيفاش هاد هاد لي دوموند تكنيكمون كومون لو باسكو بون الجيش كامل الناس تسمع مي طونك سي با اوفيسيال سي با بري اون كونسيديراسيون سي سا طونك الشعب. كاين جهتين، كاين السلطه الفعليه اللي هما سكو نابيل لي جينيرو مافيو بوليتيكو فينانسي صح لا مافيا بوليتيكو فينانسي كيما سماها بوضيف الله يرحمه داكور بون داريير هو كاين لي بي بلون اكسترا بون ما يهمش. استعمار الحديث افريقيا كامله لازم تخلص من الاستعمار الحديث ماشي غير الجزائر. دونك حنا السلطه الفعليه بالنسبه لنا هي القياده الساميه للجيش اللي متورطه في السياسه ومتورطه في المال الفاسد وفي استغلال ثروات الجزائر. بيان سور باش تستغل ثروات الجزائر لازمها تخلي الدول الاجنبيه تستغل ثروات بعد الدول هذيك تغمض عينيها عليها وتحميلها المصالح نتاعها في الخارج، لان هما لما يستغلوا الجزائر الاموال نتاعهم ما يخليوهاش في الجزائر.